تقولي هاش قوس عينيا نسير يا بوحدك اللي عندي في الدنيا في دنتيا هذا بيضا عمري انتيا هاويلي ويلي هالرايمك وانا ناري الله. يعني نختاري تبني التارودات باش تكون المدينة ديال العودة ديالي من بعد أزمة كوفيد. وبالنسبة لي أحسن منطقة اللي يمكن نبدا منها هي سوس. عندي ذكريات زوينة في سوس، عزيز عليا الناس ديال سوس وكنحماق على هاد المنطقة هادي. ويعني أول كونسير ديالي كنت درتو في حياتي درتو في أكادير، واليوم كنرجع من تارودات باش نعلن العودة ديالي إن شاء الله. كاين بروجيات جداد اليوم غنسمعو أغاني جداد اللي ديجا خرجوا، ونتمنى ان شاء الله ان نكون عند حسن التطلعات ديال الجمهور السوسي الكبير. والصراحه انا فيما تنكون هنايا في سوس تنحس بواحد المسؤوليه كبيره، حيت كتحس الناس بحال عائلتك. وتحيه للمغاربه وتحيه للامازيغ في هذا اليوم الزوين، وتحيه للام ديالي الامازيغيه حتى هي، وتنقول لهم راكم في القلب. الحمد لله غندير المجهود ديالي باش ان شاء الله تكون السهره زوينه، وعلى حسب كيفاش نتجاوب مع الجمهور فنتفرجوا ونعرفوا ان شاء الله. شنو هي رسالتك للشباب؟ تنقول لهم يعني في هذه الظروف الصعيبه اللي كيدوز منها العالم خصنا نبقاو ديما متحمين وديما شادين في بعضياتنا، وحنا امه ديال الصبر وان شاء الله ما يكون غير خير.